ما هي عوامل تقوية الإيمان؟ عوامل تقوية الإيمان أكثر من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تقوي الإيمان وتزيده. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة إنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فمما يقوي الإيمان الإكثار من تلاوة كتاب الله تدبره، والاعتبار بما ذكره الله في هذا القرآن العظيم من العبر والمواعظ، هذا يقوي الإيمان. إكثار من ذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الابتعاد عن المعاصي، لأن المعاصي تنقص الإيمان. وقد ذكر العلماء رحمه الله في تاريخ الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.